السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء. محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان Operating System Overview تخص مادة نظم تشغيل، نظرة عامة عن الـ Operating System، نظام التشغيل. الـ Operating System مختصر OS هو عبارة عن Interface، واجهة بين اليوزر وبين الكمبيوتر هاردوير. الأوبريتنج سيستم يعتبر كسوفتوير يمكن أن ينفذ جميع البيسك تاسك، المهام البيسك الأساسية، مثل إيش؟ مثل الفايل مانجمنت، الميموري مانجمنت، البروسيس مانجمنت، وأيضا يتعامل مع الانبوت وأوتبوت، وكذلك أيضا يتحكم في جميع الأجهزة الخارجية الأخرى الطرفية اللي هي مثل الديسك ديفايس والطابعات. مثل ما تعرفون أنظمة التشغيل اللي نستخدمها حاليا الويندو Operating System، وأكون أنظمة أخرى تشمل مثل لينكس Operating System وأنظمة أخرى FMS و VMS العفو OS 400 وأنواع أخرى. هنا definition بالنسبة لتعريف للـ operating system، عرفنا أنه هو software أو هو program يمثل interface، يمثل كواجهة بين الـ user والكمبيوتر هاردوير. الكمبيوتر هاردوير تمثل لي هذه الرسمة، تمثل شنو الكمبيوتر هاردوير، يتكون من CPU والرام والانبوت اوتبوت ديفايس، وأيضا يسوي لي control، يتحكم في تنفيذ جميع أنواع البرامج. ماشي، هذا هو الدياجرام يوضح لي الاوبريتنج سيستم. هذا السوفت وير، مثل ما نعرف ان الكمبيوتر تكون من سوفت وير وهارد وير. هذه السوفت وير هنا هو الاوبريتنج سيستم، وهذا هو الهارد وير، وهنا اجهزه الهارد وير. اذا هو عباره عن واجهه بين اليوزر والهارد وير كمبيوتر، ينفذ لجميع البرامج، يعني كل شيء ينفذه عن طريق هو الاوبريتنج سيستم. فيما يلي بعض الـ important functions، بعض الوظائف المهمة للـ operating system اللي راح نجيها بالتفصيل، نذكرها إلى الأسفل هنا نجي بالتفصيل. أول نوع، أول شيء من الوظائف المهمة اللي هي إدارة الميموري، إدارة الذاكرة. إدارة الذاكرة نقصد بها إدارة الذاكرة الرئيسية. الذاكرة الرئيسية هي أكبر large array، يعني أكبر large array بالنسبة من الـ words والـ bytes. كل word أو byte إلى address خاص بي، عنوان عنوان خاص بي. ماشي، الـ main memory أيضا يوفر لي fast storage، يعني يوفر لي تخزين سريع بالنسبة لمن يمكن الوصول إلى fast storage، يمكن الوصول إلى مباشرة عن طريق الـ CPU. على سبيل المثال، مثلا البرامج اللي ممكن اللي تم تنفيذها يجب ان تكون موجوده في المين ميموري. ماشي، الاوبريتنج سيستم يقوم بالفولوينج اكتيفيتيز، يعني الاوبريتنج سيستم داز ذا فولوينج اكتيفيتيز، يعني يقوم بانشطه التاليه بالنسبه للميموري مانجمنت. اول شيء يسوي كيب تراكس، شو يسوي؟ يحفظ تتبع مسار البرايمري ميموري او المين ميموري، ذاكره رئيسيه. مثلا ما هو الجزء الموجود بالذاكره اللي تم استخدامه، وما هو الجزء اللي ما مستخدم لحد الان. ايضا الاو اس يقرر اي بروسيس، اي مهمه يمكن ان تحصل على ميموري، يعني شو وقت وكم المده اللي راح يستغرقها هاي البروسيس بالميموري. ايضا يخصص لي ميموري عندما البروسيس تطلب ذلك، ويلغي تخصيصها عندما البروسيس ينتهي من عمله، او البروسيس ما هو مو بحاجه لهذه الميموري. هاي بالنسبه للميموري مانجمنت. نتحول الى الشق الثاني اللي هو من الوظائف المهمه او اللي يقدمها الاو اس، نظام التشغيل، اللي هو البروسيسور مانجمنت، يسوي اداره للمعالج. الاو اس قلنا يقرر اي بروسيس ممكن تحصل على بروسيسور، تمام، وايش قد تطول المده ومتى.
هذه الوظيفة يقوم بها شيء اسمه بروسيس سكادجولينج، يعني يسوي جدولة أو مزامنة أو جدولة للبروسيس للمهمة. أيضا الأوبريتنج سيستم يقوم ببعض الأكتيفيتيز بالنسبة للبروسيسور مانجمنت. أول شيء يسوي كيب تراكس بالنسبة للبروسيسور والستاتس أوف بروسيس والحالة البروسيس، والبرنامج المسؤول عن هذه التاسك يعرف باسم ترافيك كنترولر، وايضا يخصص بروسيسر للبروسيس ويلغي تخصيص البروسيسر للبروسيس عندما تكون غير حاجه هذا المعالج. ننتقل الى الجزء الثالث اللي هو الديفايس مانجمنت. الاوبريتنج سيستم يقوم باداره اتصال الاجهزه عبر الدرايفرز الخاص بها المسؤول عنها، تمام. وايضا الاوبريتنج سيستم يقوم ببعض الاكتيفيتيز الانشطه بالنسبه للديفايس مانجمنت. اول شيء يسوي كيب تراكس ايضا لجميع الاجهزه، والبرنامج المسؤول عن هذه التاسك معروف باسم اي او، يعني انبوت اوتبوت كنترولر. كذلك يقرر ما هي البروسيس اللي ممكن تحصل على الجهاز وين اند هاو ماتش تايم، يعني متى وايش قد الوقت اللي راح يستغرق. كذلك يسوي لي اللوكيتس تخصيص للجهاز بطريقه افيشنت واي بطريقه فعاله، وكذلك يلغي تخصيص الديفايسز الاجهزه. الشق الرابع اللي هو فايل مانجمنت، ايضا يقوم باداره الفايل. عاده ما يتم تنظيم فايلات النظام على شكل دايركتوريز لسهولة النافيجيت واليوسج، لسهولة التصفح والاستخدام. الاوبريتنج سيستم ايضا يقوم ببعض الانشطة للفايل مانجمنت، ايضا يسوي كيب تراك بالنسبة لمن يتبع الانفورميشن واللوكيشن والاستخدامات والحالة. كل هذه مجتمعة تعرف عادة باسم فايل سيستم. ايضا يخصص او يقرر من هو الممكن اللي يحصل على الموارد الريسورس، ويخصص الريسورس ويلغي تخصيص الريسورس. هنالك بعض الامبورتنت اكتيفيتيز، هنالك اذر امبورتنت اكتيفيتيز ممكن يقدمها الاوبريتنج سيستم وينفذها. اول شيء السكيورتي الحمايه، يوفر لي حمايه، نقصد به ماي مينينج، يعني نقصد به الباسورد. وايضا اكو تقنيات مشابهه اخرى مماثله للسكيورتي للباسورد العفو. وايضا يمنع وصول الغير مرخص به للبرامج والداتا، وايضا يسوي كنترول يتحكم في اداء النظام، شلون يقوم بيسوي تسجيل المن للديلي بين request for service، يعني بالنسبة لطلب الخدمة، وأيضا الرد من قبل النظام. أيضا ممكن يسوي لي job accounting، يعني يسوي لي keeping track، يعني يتبع التايم والريسورس المستخدم من قبل الجوبز المختلفة والمستخدمين. كذلك أكو جانب مهم اللي هو أدوات، يمتلك أدوات تشخيص الخطأ، ممكن ينشأ لي دامبس أو ممكن يسوي لي تريسس، يعني يسوي لي مسارات، أو ممكن ينطيني ايرور مسج، ممكن ينطيني ايرور مسج. وهنالك أدوات أخرى ممكن أن يستخدمها. الجانب الأخير يسوي لي coordination between other softwares and users، يعني يسوي لي تنسيق عن طريق assignment، عن طريق تعيين الكومبايلرز أو الانتربريترز او اسامبليرز. وايضا هنالك اذر سوفت وير ممكن انه ممكن يعينها للمستخدمين المختلفين لانظمه التشغيل. محاضرتنا لهذا اليوم بسيطه جدا، تفهمك ما هو الاوبريتنج سيستم وما هي الوظائف الممكن يقدمها الاوبريتنج سيستم. لهنا انتهت محاضرتنا. تقبل التحياتي، كان معكم الاستاذ زين العابدين، في امان الله.